يتحمل مسؤوليتنا التاريخية ويتحمل مسؤوليته التاريخية. التجربة ديال الشعب وغدا الشعب غادي يحكم على كل طرف طرف. إذا كان عندكم مشكل ديال التشغيل أنا غنجاوبكم بصوت صمتوني. الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القضيه.
الجديدة للشعوب العربية الإسلامية. ومن هنا انطلقت لتعصيب بعتات طغاة المجرمين، لتعصيب بن علي بمبارك بالقدافي وبغيرهم، والباب ما يزال مفتوحا. احنا في المغرب غتقولوا لي السيد الكريم الا كان هادشي وقع تما اشنو وقع عندنا في المغرب؟ كلكم عارفين شنو وقع عندنا في المغرب. اللي وقع عندنا في المغرب هو ان الله حطف بينا الحركيه وقعت في المجتمع، خصنا نعترفوا بها ونتملوا الجوانب الايجابيه ديالها، لانه الناس حتى هنايا كانوا عياو، ولكن داك الشيء جاء على قدر لطف الله، والله سبحانه وتعالى كرمنا بملك وكان تكلم معاكم بصدق. كرمنا بملك، والملكيه هي اللي خفات، فهموا مزيان شنو نقول لكم، هي اللي خفات الضغط ديال امثال هؤلاء، ان هؤلاء موجودون في كل مكان. هاد الاغنياء اللي ما كيحلوش عليكم، ما عندهمش ارض، موجودين في كل مكان. هادو كيشوفوا الاستقرار وكيفيديهم القرار وتيستغلون الامتيازات وكينساو ان الشعب كيشوف وانه غيصبر، ويعيش واحد النهار ما بقاش يصبر. الملك ديال المغرب يدير فيه العودات وردات التوازن، ما خلاش الوحيد، ما خلاش الجيش ولا السلطه يوصلوا للحكم، ما خلاش عائله واحده تستفيد من الحكم. هذا التوازن اللي كان في المغرب، والذكاء كان جلاله الملك محمد السادس، وكونه بادر الى ايجاد حل. ما كملاش 20 يوم، ما كملاش 20 يوم على انطلاق المظاهرات اللي تعاملوا معها باكثر رفق الممكن، حتى اختار لنا طريق اخرى مسنودا بالاحزاب السياسيه، مسنودا بالنقابات الاكثر تمثيليه، مسنودا بشعبه في الحقيقه اللي مشى بطريقه سلميه، واللي اعطى دستور جديد، واللي اعطى الانتخابات، واللي اعطى الحزب اللي كانوا كيقولوا عليه غيجيب 17 و107. ولاني واش تعتقدوا باللي هذوك اللي حققتيو عليهم هذا الانتصار شكون انتصر انا؟ إذا كنت انا علاش ما عطيتونيش 107 في 2007 تكون جبتيو غير القضية مقادة؟ فهمتي ولا لا؟ علاش ما عطيتوهاش ليا في 2002؟ علاش ما عطيتوهاش ليا في 97؟ اللي انتصر هو انتوما، انتوما قريتيو الخير في الحزب، وانتوما ديال الحزب كيظهر معقول، كيظهر كيشوف في كلمتو. النهار اللي كانوا الناس كيخافوا من الحزب المعلوم اللي تكلمت عليه قبيله، واللي كان ماشي تيخوفكم انتوما من شر المواطنين فقط، واعترفوا لي باللي ما كانش بحال هاد اللقاءات كيجلى حتى شي واحد يتجرأ يقول حتى شي كلمة. هذاك الحزب اللي كان واحد الوقت باش يضبط الناس على الزعماء ديالو، انا الاخوان قالوا لي ادخل من الباب الخلفي، ما بغيتش ندخل من الباب الخلفي، قلت ندخل قدام الناس. الى المغاربه ما بغاونيش ولا غوتوا عليا ولا قالوا لي نمشي بحالي، راه غنمشي. واش انا الاخوان جيت بغد الاراده ديالي؟ انا جيت بالتصويت ديالكم اللي صوتوا عليا في الجبل، في الوطا، في البادية، في المدينة، في وجدة، في طنجة، في الدقلة، في البويرة. إلا ما بغيتيونيش، ما بغيتوش الحزب ديالي، غنمشي وما تنخافش. وأنا غنقول لكم الرسالة ديالي لكم اليوم هي أنه المستعمل
على هذه التجربة ما دامت صالحة هي أن تمولي هذا من ينظر الإخوان كيحتجوا. أنا متفهم، الله يكون في العون، الله يكون في العون اللي بغى يخدم، الله يكون في العون لكل إنسان عنده حاجة، ولكن ماشي أنا اللي غنحل المشكل معاهم. انتوما إذا كنتوا مقتنعين بأن السياسة اللي كملتها وخا تكون قاسية في واحد الوقت، نعم أنا اللي ستحبوا في الإصاص، أنا اللي ستحبوا في النظر، نعم خليه الجزائر انتم مغاربة وكتبوا بلادكم وغطوا عايشين فيها، انتم سعداء انكم مغاربة وفرحانين انكم مغاربة وخا تخلصوا الفلوس ديال المرتبات ديالكم. علاش؟ لانني قلت هذيك ديال المصلحة ديالكم ودرت الحساب. قولوا لي الاخوان واش تخليوني نبقى تابع تمام ديال الليسونس ديال المحروقات حتى نخرب الميزانيه ديالكم، ولا نكون مضطر نوقف التعليم، ولا نكون مضطر نوقف الطرقات، ولا نكون مضطر نوقف المستشفيات، ولا نكون مضطر نوقف التدخل ديال المنظمات الماليه الدوليه؟ وانا درت هذاك الشيء حيت مقتنع بالمصلحه ديالكم، وحيت مقتنع باللي غتفهموني وغتقبلوا مني، وهذا الشيء اللي وقع. الشعب يريد مصباح العدالة. الشعب تابع الشعب. وانا كنقول لكم ماشي بسببي انا، انا ما عنديش ما كنعرفش وما نعرفش نخربق عليكم وما نعرفش ندوز لكم بحال هاد القرارات، لكن غير الوضوح ولا كاين شي جهه غتفهمني اكثر هي هاد الجهه اللي كتعرف كلمه وحده. خويا ملي جينا لقينا الحكومه اللي صدقتنا قدرات ان الثمن ديال البترول هو 75 دولار، غتبني في الميزانيه على 75 دولار للبرميل. جينا حنا لقينا التقدير ديال البنك الدولي لانه الميزانيه ما دازتش حتى جينا حنايا، ما بغاوش يدوزوها باش تفرغوا الحمله الانتخابيه بارك عليهم، فحنايا جينا لقيناها البنك الدولي كيقول لنا 95 دولار 20 دولار زيادة. حنا كتبنا في الميزانية ديالنا مليار دولار باش ناخذ الاحتياط. يلاه بدينا، بدا البترول كيفوت 100 دولار، دابا 117 دولار كيهود حتى 114 ويطلع حتى 117، وما عرفتوش اليوم شحال. 117 دولار للبرميل، بمعنى أنه بهذا الثمن كنزيدوا كل دولار زيد على 100 دولار كنزيدوا 600 مليون درهم، 60 مليار سنتيم، بمعنى 10 دولار زيدة هي 6 مليار ديال الدرهم. الميزانية ديال وزارة الصحة 12 مليار ديال الدرهم، بمعنى ب 17 دولار زيدة إذا كنا مضطرين نعطيو الميزانية ديال الصحة غيبقاو المغاربة بلا مستشفيات. ما يمكنش. علاش؟ لأنني كنخلص، الدولة كتخلص مع كل واحد عنده طوموبيل، واخا تكون كتكط 100 مليون كتخلص معاه إلا شرا ليسونس جوج ديال الدراهم وبعض المرات كثر على حساب الثمن، ولا كانت عنده المازوت كتخلص معاه 4 ديال الدراهم في كل لترو. مش معقول غتقول لي واحد القضية غتفرع مني تقول لي الشعب إلا ما عندناش الإمكانيات حنا كنمشيو في الطوبيس. هذا الشيء باش نذكرو دابا اليوم إلا قلتي لي السعودية ما بغيناش الطوبيس يتزاد، ما بغيناش الطاكسيات يتزادوا،
ممكن الناس كيما يتسادوا تسمع هذه الهولة لأنه الفقراء المساجد. وين يقولوا لي خذوا المواطنين اللي ما عندهمش طوموبيل، خذوا ما عندهمش حقهم، اعطينا 80 ريال شكون يضرب ديال النفقه السعيده ولا نديروا عليكم نديروا عليك ثوره وخرج الزقه وخرج الزق. انا خايف خرج الزق هذا العمر مشي بحالي مشي بحالي لا مش متعب قلت الله 60 عام هذه وانا عايش 60 عام بالهجريه باش يبدا الميلاد 60 عام هذه وانا عايش بما يسخر الله ولا قدر الله نعيش شي سنوات اخرى. أنا إن عشت كما قال الإمام الشافعي لن أعدم قوتا وإن مت لن أعدم قبرا. إلا قدر الله نعيش غنعيش بما يسر الله، إلا قدر الله نموت كاين شي واحد فينا غادي يبقى. ولهذا أنا ما كنخافش يقول لك لا دخول ما نعرفش شكون استعملت. أنا ماشي الرئيس ديال الحكومة اللي غيتخبى من الشعب، أنا كنحملكم المسؤولية. جاي نقول لكم ردوا البال ردوا البال المغاربة ردوا البال ردوا البال من الناس اللي تحكموا بكم سنوات وشوفوا النتيجة. أنا ما تنقولش ما داروا والو ما تنقولش هادشي، ولكن المسائل الأساسية التعليم ديالنا كيشكي كيبكي وضعت فيه مجموعات ديال الناس ولا المنطق هو المصلحة. بعض المرات هذا القرار اللي خداه وزير التعليم طريقة ما كنعترف طريقة شوية مفاجئة أمور بكا باقي السفوني عقل باش لقى بني جاو بنادم ديال الزوايا عاطينهم باش يقرروا التعليم الخاص. بعض المرات كان يديروا 50 في قسم ويمشيو يقريو في التعليم الخاص، حتى قيل كيقريو شي وحدين ماشي كلشي، كاين ناس مخلصين، كاين اولياء الله في التعليم، حنا عوان عليهم في النهضة بالمغرب اللي بغينا نشدوها، حنا ما جيناش عندكم تغلطوا، ظنوا بلي هذه الحكومة جات باش هي تلتحق بواحد العالم ديال الخيال، داك الديور ديال 2000 متر فما فوق ماشي هنا في وجدة، ما عرفتش 2000 متر شحال عندكم هنا في وجدة في الرباط، داك الديور اللي فوق الفيلا والكازون ولا بيسين براعينا تقول لا وجات باش تحلم وتصيفط الدراري يقراو في الخارج بعشرات الملايين وتزيد على هاد الشيء حفلة يومية وقصير في الليل. هادو شوف كيصليو العشاء ولا كانوا مجموعين كيتعشاو ويضربوها بالعصا حتى الكلام والسلام. عندكم شحال لكم جينا لهاد الشيء؟ غنقول لكم حنا كنكرهوا الفلوس، غنكون كذاب ما تيقولوش. غنقول لكم حنا جينا وكنرفضوا الامتيازات اللي عاطينا القانون ولا القصور اللي عطينا غير صحيح، ولكن معركة صافي الله يجعل البركة. وانا نقول لكم هادشي اللي كناخذو دابا ما غيسمح لينا نشدو لا فيلا ولا نلتحقو هاد العالم. ونقول لكم واحد القضية أخرى ماشي بعيد اللي بغي يلتحق بهاد العالم ولكن يخرج يمشي يخدم على راسو ويقفل على دراعه ويدخل في التجارة والصناعة ويعرف الدرهم شحال كيطيح وصحته ديك الساعة مش على حساب الشعب. هادشي ما تنقولو لكم المغاربة في البرلمان، تنقولو لكم مباشرة وعندكم تعتقدوا باللي جينا باش ندوزو شي مبينات ولا يدوزو بينا شي وحدين شي مبينات ونمشيو بحالتنا وتبقى الامور على ما كانت عليه غير صحيح. وباش تفهموا هذا الشيء شوفوا درجة التشويش التي لم تتوقع التي والعجاب منين تيجيبوا الافكار. العجاب
نهار يقولوا عبد الإله تنازل عن صلاحيته للملك. ياك سيدي بينو بين الملك قلتها لكم النهار الاول، انا ما تنازلت على حتى شي صلاحيه ديال الملك. جات الملك تيمارس الصلاحيات ديالو اللي كاينه في الدستور، وين كاينه واحد الحاجه صحيحه، انا مع جلاله الملك. بغيتي بارك الشعوب، ما بغيتوش تقولوها ليا، نمشي لحياتي. الدستور ما نخالفوش، وكثر مني باشا كثر مني جلاله الملك تيقول لي بنص العبارة واضحة، أنا غنبغي نطبق السيد الإله الدستور بطريقة حرفية. باش تقول طيب قال عبد الإله لازم الصلاحية ديالو على لأنه 37 مؤسسة استراتيجية ما بنعرفش هذيك ما تعينش فيها الملك، هذيك المبادرة كتجي حسب الدستور، المبادرة كتجي بالوزير المالي، والاقتراح كيجي لعندي أنا اللي كنقترح. سنقطعها بعد ما تنقوم طريقها وعينت على الوزير المالي وسولته الملك تيحملوا المسؤولية. تقولوا لي واش كتشاور معاه؟ طبعا طبعا كنتشاور معاه، وانا فرحان اللي كيعطيني الرأي ديالو. شوية اللي ما طاحتش عليا هذه مازال نقولوا شوية، وانا نلقى في الصحافة قالوا عبد الإله بن كيران باغي يدير انقلاب على المالي. الله إلا عذركم اللي ضحكتي نكتة. وكذا ما لقيتي في هذا المغرب حتى واحد اللي فكر في هذه القضية غير عبد الإله بن كيران. هذه 30 عام وانا كنعلمكم، انا كنتحدى ذاك الحزب اللي كان كيدعى انه حزب صديق الملك، كنتحدى شي زعماء ديالو غير يبينوا الموقف ديالهم بالصراحة أمام الشعب من نظام الملك، كنتحداهم. هذوك اللي جاو ويتا اللي كان شتي العمرة على حساب السعودية، هذا فيه مساس بالسيادة ديال المغرب. لا عيط عليك شي واحد عرض عليك، لا عرض عليك شي واحد نسيتي بالسيادة ديال مين اللي بغى الهضره؟ ولكن هذاك اللي عطاو الخضار داو شكرا خاويه، كنا قلت صحيح انا مشيت للعمره على حساب ملك، ولكن على حساب ملك المغرب، وهي الشرف وعندك نسحب لك، راه ماشي غير جيت تقول لكم هذا الكلام. وشوية دابا كل ساعة اش تيقولوا منها ان الامين العام غادي يعطي القدرة، كل نهار كنقول اش غايقولوا الامين العام، بغى يطيح الحكم الامين العام الجديد ديال حزب الاستقلال، بغى يطيح الحكومة ديال بكير. انت من كيجي ورقة؟ من يصنع هذه الاخبار؟ انا بغيت نقول لكم الذين يصنعون هذه الاخبار خائفون من شيء واحد، من اللي جينا والتشويش، من اللي جينا الألاعيب، شي حاجة كتبان، شي حاجة كنشوفوها حنا، شي حاجة الله أعلم بها، خايفين من بعد ما الله سبحانه وتعالى تثبت هذه الحكومة هذه الشهور الطويلة، خايفين من الغربة يشعروا بلي هذه الحكومة غادي تنجح وغتخرجهم من المأزق اللي هما فيه. إن شاء الله. اسمعوا مزيان، اسمعوا مزيان، اسمعوا مزيان. طبعا منين جي أنا للإخوان من بعد 50 ولا 60 سنة، ونلقى
التعليم في مشكل، الصحة في مشكل، المدنية قريب ديالي مو بنت عمي لاعب ديال الكرة وعندهم حادثة في طريق تطوان نتوما عارفين مات ليا لأنه بقى كيتساءل من السبيطارات الله ما شاء فعل الله يرحمه وإني ما لقاش العناية من 3:30 ديال العشية حتى لغدا مع 5 ديال الصباح ملي جيت لقيت هاد الوضع عندي خوتي بوطو غادي نبرك عليه ودوز الصحة 10/10 والتعليم 10/10 والقضاء 10/10 هكذا كتعتقد الأمور غادي تدوز أنا ملي جيت في ظرف صعيب جيت والناس اللي كانت عندهم مصالح ومصالح خليو عليكم الناس اللي كتسمعوا عليهم ولا كتعرفوهم ولا ربما شي اخوان من هذه المنطقه مره مره كيجبدوهم نتكلم معكم على المعقول اللي ربما ما كنتش عارفو حتى انا وربما ما عارفوش حتى دابا واللي ما سامحينش باش الاوضاع تبدل وهم ومن يستفيد معهم هم كثير جيت لقيت هذا الوضع ماشي ما حاولناش حاولنا نوضحوا جبنا القضيه ديال كريمات جبنا وينين كيكون عندك اختيار توقف هذا الشيء كامل تمشي بحياتك تقول انا رجل صلاح ما تبغيش تصلح ولا تصمم وتبقى وتحاول تدبر في اطار ثلاثيه اللي تتكلم بعد الله المسانده اللي جابت لك وانا سالكم لكم نهار اللي ما تكونش المسانده اللي جابت لك ما يمكنش الخوف المسؤوليه لا دستوريا ولا قانونيا ولا عرفيا والمساندة ديال المجتمع خصكم تكونوا واعيين المساندة ديال المجتمع اللي خصو يفهم باللي إلا جيتي ودخلتي لواحد المؤسسة ولقيتي الأمور فيها ليست على ما يرام ومرتجة ومرتبكة في أمور كبيرة لا بد دير شويه ديال النظام ان بدور لا بد ترجع الامور بعدا الى طبيعتها لا بد تصحح المنطق يولي المواطن الله اكبر
لا إله إلا الله. لا بد الإخوان، لا بد ما ترجع الأمور للمنطق، وتشكي تطلب وقت، تطلب مجهود، تطلب تبيون، أن تتبين عين تضع أقدامك. ما يمكنش نجي ونصلح وندير الخطر لكل شيء، ما يمكنش. الدولة وهذا الرسالة اللي كانت واضحة معكم، الدولة خاص ترجع أولا فيها الثقة، ثقة بالإدارة ديالها، ثقة بين المواطنين والإدارة، وتعرف الإدارة بالدور ديالها خدمة المواطنين وليس التسلط عليهم، وبين المستكبرين والإدارة اللي واحد الوقت يقول كل واحد كيف يكذب، بدور الناس كيف يكونوا المستكبرين الخارجيين والداخليين، وبدينا غادي بواحد الاتجاه ياك بلادنا جميلة، ياك السكان ديالنا كيبغيوهم الناس، تنسالوا علاش كل المخططات ديالنا السياحية رغم الإمكانيات اللي كنفقوا فيها ما كتعطيش النتيجة المطلوبة، لأنه كيجيو الناس كيدوحوا يجبدوا شي لائقة، واش غير جا جلالة الملك وعطى الأوامر ديالو باش توقع متابعات في قضايا الحدود؟ خاص ان بودو يرجع وتسهيل الحياه للمستثمر داخلي وخارجي، وخلق روح الابداع وروح الاستثمار وروح المغامره وروح ان تقدم لبلدك، لا أن تنتظر منه أنت. ديروا في البلد ديالكم مزيان واحد القضية، كل موظف كنوظفوه في المعدات تيكلفنا مليون ديال الفرق في الشهر، وخا يكون كياخذ 2000 درهم ولا 3000 درهم، ملي كنجمع عدد الموظفين كل موظف تيكلفنا 12 مليون درهم. أنا ما عندي مانع، أنا ما عندي مانع، ولكن فين هما الإمكانيات؟ نكذب عليكم نجي نغرق الميزانية ديال البلاد باش ندير الخاطر لواحد المجموعة ديال الشباب، ولكن يقولوا لي الكرام بغينا تكون معايا، بغينا تكوين، بغينا نقرا، بغينا فروض، بغينا فروض نضغط فيها. أنا عندي في الميزانية ديالي مليار ديال الدرهم المساندة التشغيل، أنا مستعد نتعرض للإشارة ديالهم بطريقتي، وإني بغيت ندير لكم حقيقة باش يكونوا موظفين فقط، علاش كل في المغاربه من الموظفين؟ ولا هذا توظيف اجتماعي؟ قول لي اذا كان توظيف اجتماعي قول لي من بدا، انت الشاب اللي قريناه وكترجعوا له هو يجرى العربه ديال الاقتصاد، ولا من هذا اللي ما قريناهش ما عطيناهش الحق ديالو، خلينا مسكين كيخرج على الصباح على الله وتمشي يصوم 40 و50 و60 درهم وكيتزوج وتيكون الاسره، ولا قدر الله كيمشي يدافع عن البلاد في الصحراء وكيموت. جاوبوني، ولا نبدا بديك المراه اللي عندها وليد معاق وما كتعطيها الدوله حتى 100 درهم باش تشري الدواء، ولا نبدا بالمراه اللي مات لها رجلها وخلى لها 4 ديال الدراري وتيقول لها المجتمع خرجي خدمي عليهم، كي غادي تخدم عليهم؟ ولا لقات الخدمه بشحال غتلقاها؟ 30 درهم في البيوت، ولا خرجت شكون اللي غيكمل لها دوك 4 ديال الدراري؟ ها الراس ديال عبد الاله بن كيران باش عامر. ها الهموم ديالي، ما تنخافش من الوقفات، الله ينصرك، وما تنخافش من المظاهرات، وما تنخافش من الاضرابات. انا جاي نقول المغاربه الحقيقه، نواجهكم بها وندير معاكم الاصلاحات اللي كنعتقدها ضروريه وفيها مصلحه البلاد، نشجع الاستثمار ونعيد التوازن بيد الله. ما نرتاحش
هذه فقط ملاحظة شكرا بها.
اليوم بدات تتاسس ثقه حقيقيه على ناس تلاقاو معاهم ما كيظهرش ملي كيكذبوا عليهم ولا كيديروا لهم واحد التوجيهه. الثقافه ديال التوجيهه انتهت. انا ملي كيجي عندي مسؤول خارجي تنقول له الحقيقه وتنقول له اش العوالي نديرو وتنوضح له الامور وكيبان لي والله اعلم انه كيخرج هو التائب في هذه الحكومه وعوال الشعب المستثمرين ديالو باش يجيو. وانتوما اللي كتحاولوا تخلقوا عدم الثقه في المغرب وانتوما اللي درتوا تصرفات غير لائقه فيها السقاطه. انا ماشي انا ما بغيش نعيب على شي واحد انه خدا شي حاجه غير يشرح لينا كيفاش خدا بهذيك الطريقه. بغيت تاخذ خوذ انت وزير عندك الحق بغيت تاخذ على حساب داك الشيء اللي خداو الناس اللي قبل منك خوذ ولكن ما تعطيش لواحد الموظف معاك يوقع عليك انت وقع عليه عندك الحق انت الرئيس ديالو ولكن تعطي لواحد اخر يوقع عليك لا هذه ما لاقاش فيك ماشي فيك ماشي ثاني ولا داك الشيء اللي درت تعطى داك الشيء غير سقاطه داك الشيء كيتعطى غير سقاطه ولكن بغيت نقول لك انا كنوقعكم وما كانتش جبتكم ما شفتونيش انا شفتونيش انت انا غنعطيك على راسك الله يبارك فيك سعدك لا لا خليني نقول ما تزيدوش عليا يا اخوان ما تزيدوش عليا أقول لك سيد العزيز افتتي تهدد الشيش ما أسبع لا خليني نقول لكم ما تقارش سمعهم زيادة سيد العزيز افتتي رجل خيب وراجل طيب وراجل مؤمن ولا يلي رجل جلال ولا يلي شوف ما يسبقش العصا قبل الغلب رجل لا يخاف اسمع مزيان ما توريهش ليا تنعرفو قبل منك وربما قبل ما تزاد وانا هو الرئيس ديالو ماشي انت هو الرئيس ديالو ما تعطيوش المبررات للخصوم ديالنا ما تعطيوش المبررات للخصوم ديالنا باش يعكروا لنا المسيره ديال الاصلاح. الاصلاح بغى وقت الاصلاح بغى صبر الاصلاح بغى نضج الاصلاح بغى نفس. عندكم تكونوا بحال هذوك اللي كي يجيو يتفرجوا ويمشيوا ويقولوا والله الا عطاهم والنهار اللي تبان مسائل اللي ماشي هي هذيك يقولوا وتا هو وقت البيع الله شيخ انا بتوليت بالمحبه ديال هاد البلاد بتوليت بالمحبه ديال هاد الوطن بتوليت بالمحبه ديال الشعب. انا كنبغيكم وجيت انا وهاد الخبر على قد الحال تنقول لكم شي حاجه تنغلطوش ما تنقول يمكن كاع نفشلو ممكن علاش لا حنا نهار اللي نفشلو لا قدر الله غادي نقول عليكم بصراحه غنقول لكم الله يجزيكم بخير غنقول على واحد اخر مش مشكل ولكن حاجه وحده انا ما نغدروكمش ما نغشوكمش ما نكذبوش عليكم ما جيناش باش نملؤوا الجلوب ديالنا ونمشيو ما جيناش باش ندوزوا ليا باش واحد بعد الله انتم المستأمنون. الصحف طيرنا مره مره كنعرض بها ماشي كلها كنعرض بعض الصحف اللي ما عندها تشغال التي تريد ان تفسد هذه التجربه التي تدافع عن مصالح غير مشبوهه التي تمولها جهات. انا قلتها ما بغيت تعرف شكون وراء الصحف غيفهموا المغاربه التفاصيل البعض ماشي كلشي ولكن تنقول ليها اعتدلي هادشي اللي كنديروا راه في صالح المغرب في صالح المغاربه في صالحكم حتى انتم في صالح الناس اللي عندهم مصالح. علاش؟ لانه المصالح واخا تنقص شويه ولكن في اطار الاستقرار
وخلق الشويه لكن في اطار العدل. يلقى المغربي شي حاجه، يلقى المغربي واحد 40 ولا 50 متر يتستر فيها ويقول هذا رضيت له كريمه، يشكون فيها مبيدات ماشي ضروري، يقول عندها مغاربه في الظل ماشي ضروري، يقولوا كيف في الصباح ما عندهم والو، وواحد اخر يطلع اللي عنده فين عايشين، ماشي معقول، ماشي صالحنا، راه توازن حنا قرينا، اذا مال كيطيح الجسد كيتهرس، حنا ما بغيناش يتهرس، وباش كيتهرس جرعه الوطنيه، وباش كيتهرس حملنا مسؤوليتنا، وباش كيتهرس شفتيونا وعرفتيونا وشفتيو فينا، خصكم تستمروا وخصكم تدافعوا علينا، وما حدكم كتشوفوا التوجه غادي في الاتجاه ديال الاصلاح، وخا نطلبوا منكم تصبروا، خاصكم تصبروا، لانه ما يمكنش يكون الاصلاح الا من بعد الصبر، ساعتها غتكونوا فرحانين بالصبر ديالكم والموقف ديالكم مع العداله الوطنيه. والسلام عليكم ورحمه الله.